نروح بقى دلوقتي لمراسلنا العزيز كريم احمد في مقر اقامه النادي الاهلي ونتعرف منه على استعدادات الفرق واخر الاجواء هناك. اتفضل يا كريم. مساء الخير عليك كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. النهارده طبعا تحدي جديد وجوله جديده في بطوله الدوري العام، الجوله السادسه. الاهلي وسموحه على استاد الاهلي والسلام في تمام الرابعه عصرا. يمكن اختلاف الموعد طبعا امر يمكن نتمنى بقى النادي الاهلي باذن الله. النادي الاهلي على طول متعود ان هو بيتدرب 4 عصرا على ملعب مختار التتش، فالنهارده ان شاء الله باذن الله يكون الافضليه بالنسبه لتغيير الموعد للنادي الاهلي مع التحضيرات الجيده جدا لبيتسو موسيماني بدون راحه. ضغط قوي جدا للعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني من مباراه، لعيبه تقدر تعمل ريكفري يوم واحد ثم تدريب رئيسي ومنها لمعسكر مغلق، ضغط كبير جدا على كل لعيب الحقيقه للنادي الاهلي. وشفنا يمكن الاصابات وشفنا الغيابات الالتحام الكبير اللي هي المباريات والايام مسبب ازمه كبيره جدا لعدد كبير من اللاعبين. خساره النهارده علي معلول وعمرو السوليه 3 انذارات، يعني 2 من ابرز اللعيبه طبعا المتواجدين بجانب حسام حسن اللي بتمنى لهم طبعا كل الشفاء العاجل، يعودوا من جديد ان شاء الله لمؤازره فريق النادي الاهلي سواء في بطوله الدوري العام او ايضا كمان بقى الانضمام لمعسكر فريق النادي الاهلي اللي هيكون ان شاء الله عقب انتهاء هذه المباراه التحضيرات ليه على قدم الوثاق بالنسبه للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. متواجدين طبعا كعادتنا كابتن ايمن في مقر فريق النادي الاهلي في فندق الاقامه قبل التحرك طبعا الى استاد الاهلي والسلام. تم اختيار 21 لاعب في قائمه فريق النادي الاهلي، ويمكن الاختيار هو كل اللاعبين المتواجده في القائمه هي اللعيبه الاجهز من رؤيه نظر طبعا او وجهه بيتسو موسيماني. عندنا غيابات بالنسبه للرؤيه الفنيه وعندنا غيابات الاصابات زي ما ذكرت، يعني غياباتنا النهارده علي معلول وحسام حسن وعمرو السوليه بالنسبه للاصابه، لكن الرؤية الفنية ينضم للرؤية الفنية صلاح محسن محمود وحيد محمود متولي محمد محمود ومحمود كهربا. يمكن دي اختيارات طبعا بيتسو موسيماني، لكن الحمد لله كل اللعيبة المتواجدة في قائمة فريق النادي الأهلي جاهزة بدنيا وفنيا وذهنيا إن شاء الله لهذه المباراة. مباراة اليوم مباراة سموحة، عندهم طبعا فريق سموحة مدير فني مميز جدا كابتن أحمد سامي، وأدوا أداء رائع جدا خلال الموسم الماضي. أمر مهم جدا إن احنا يكون في مزيد من التركيز، وشفنا كل الفرق اللي بتقابل النادي الأهلي هي مباراة بطولة. الحماس الكبير اللي شفناه من فريق المحله الاخير واصرارهم والشراسه الكبيره جدا اللي كانت عندهم، كل مباراه النادي الاهلي هيواجهها هي مباراه اصعب من الماضيه، مفيش مباراه سهله في بطوله الدوري العام، وده اللي يمكن الحقيقه كل اللعيبه ملمه بيه وكل الحديث مع الجهاز الفني لكل اللاعبين على هذا الامر. تركيز كبير، لابد يكون في تركيز في كل لحظه وفي كل ثانيه في المباراه، الهدف بيجي في اقل من الثانيه. شفنا في خلال 40 ثانيه خلاص كل الامال كانت بالنسبه لجمهور النادي الاهلي التعادل، لكن بالاصرار الحقيقه الكبير جدا لكل لعيبه النادي الاهلي والحماس اللي كان اكبر من الجمهور قدرنا ان احنا نحقق فوز كبير جدا. من 2008 ما كسبناش فريق المحله على ارضه، لكن باصرار اللعيبه وتحملهم الكبير، التحامل اللي شفناه مع علي معلول ويمكن رغم الاصابه ورغم الشد البسيط اللي كان عنده، لكن هو ده انكار الذات الكبير وهو ده التحمل اللي احنا بنقول عليه لفريق النادي الاهلي. في ملايين من جمهور النادي الاهلي المزاج العام بيتغير في ثانيه في جزء من الثانيه، فيمكن هو ده الدور الكبير لجمهور النادي الاهلي والدور الاكبر ان شاء الله لكل اللاعبين، ان عمرها ما تكون تخذل كل جمهور النادي الاهلي بيكون متواجد لمؤازره الفريق. كالعاده طبعا ان شاء الله باذن الله تحركنا يكون لملعب الاهلي والسلام اللي هيستقبل هذه المباراه، وخلال الملعب ان شاء الله يا كابتن ايمن يكون معاك التشكيل وكل الاجواء الحضور الاجواء الخاصه طبعا باستاد السلام، ويا رب ان شاء الله النهارده يكون الطاقم التحكيمي موفق لاداره هذه المباراه اللي طبعا بينضم له الكابتن محمود البنا كحكم مساحه، هاني حمزه محمد محمود لطفي ومحمد وفا محمود دسوقي وهشام الدسوقي حكام الفار. ان شاء الله النهارده يكونوا مركزين جدا زي ما بنطالب التركيز للعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، بنطالب كمان حكامنا النهارده يكونوا في قمه تركيزهم. ان شاء الله باذن الله المباراه تكون بسلام بالنسبه للحكام وقرارات تكون موفقه جدا، لكن ان شاء الله لعيبتنا كالعاده تكون على قدر المسؤوليه من اول دقيقه لاخر دقيقه نقدر نخش في الجيم سريعا. ويمكن المباراه تكون صعبه النهارده لان فريق سموحه بيتميز بعناصر مميزه جدا ويمكن كمان بيقدر يلعب كوره بشكل كبير جدا، لكن ان شاء الله قرارات بيتسو موسيماني النهارده تطبق في ارض الملعب. التشكيل الامثل النهارده كمان لفريق النادي الاهلي يكون موفق فيه، غياب علي معلول هنشوف الدفع بمين، غياب عمرو السوليه، كل الامور دي ان شاء الله باذن الله تكون في استاد الاهلي والسلام، ونكون من خلالك ان شاء الله يا كابتن ايمن مستمرين معاك لحظه بلحظه بننقل كل الاجواء والكواليس الخاصه لفريق النادي الاهلي قبل مباراه الاهلي وسموحه. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد، وعايز اقول لكريم حاجه، ان هي دي عاده لعيبه النادي الاهلي. يعني هو بيتكلم عن علي معلول في المباراه وتحمل على نفسه كتير جدا، احنا شفناها على مدار جميع الاجيال في النادي الاهلي.